كان يفترض أن يكون الشخص الأخير هو الشخص الذي لا أسلوب له، الشخص الذي يشبه الماء. وأعتقد أن لذلك رمزية معينة، فأعلى درجة في سلم المعبد البوذي ترمز إلى الأسلوب القتالي الذي لا حدود له. في جيم أوف دان ترمز كل درجة في سلم المعبد البوذي إلى مستوى مختلف في القتال، لذا إياك أن تعتمد طريقة واحدة في القتال لأنك تقيد نفسك. لقد طبقت هذه النظرية في ركوب الدراجات وأصبحت منفتحا على تقنيات أخرى مكنتني من رفع مهاراتي في هذه الرياضة. لقد كان بروس لي قادرا على جعل فلسفته قابلة للتطبيق بشكل طبيعي من دون الحاجة إلى فرضها على الناس. كان يضعها أمام الجميع لكي يأخذها من هو بحاجة